ودلوقتي بقى الحديث عن المباراة التانية اللي هتكون معانا، مباراة وادي دجلة والشرقية، واللي قلنا لحضراتكم قبل الفاصل ان اكيد مش هتكون اقل سخونة من المباراة اللي فاتت، لان خلاص احنا الفترة الجاية هيبقى النصر للتعدين مرتبط بالشرقية، بأسوان، بالداخلية، بطنطا، خصوصا الداخلية النهاردة اللي خسر على ملعبه من النصر للتعدين. وعرفنا يعني ان مجلس إدارة نادي الداخلية هيجتمع في خلال ساعات علشان يبحث أسباب تدهور النتائج ويشوف ايه اللي ممكن يحصل، سواء باستمرار الجهاز الفني بقيادة كابتن أشرف قاسم من عدمه. يعني هنشوف لسه في اجتماع ان شاء الله في خلال الساعات اللي جاية لمجلس إدارة نادي الداخلية، علشان اكيد هم شايفين ان الوضع بيزداد سوءا. وادي دجلة والشرقية، وسريعا مع تشكيل الفريقين هنبدأ مع حضراتكم بتشكيل وادي دجلة واختيارات الكابتن احمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجلة. النهاردة بيلعب بحصام الحضري لحراسة المرمى، سيد سالم، محمود علاء، محمد انور، مصطفى طلعت، هيكون في الارتكاز ديفيد افوي، محمد هلال، هيكون محمد شريف، عمر مرموش، حسام عرفات خلف راس الحربة عرفة السيد. هيكون بدلاء وادي دجلة خالد وليد، أحمد العيش، يوسف أوباما، علاء علي، محمود مرعي، إبراهيم مناضاي، ومحمد رضا. أما بالنسبة لنادي الشرقية واختيارات الكابتن عماد النحاس، فبيلعب النهاردة بمحمود شكري في حراسة المرمى، خط الدفاع محمد سمير، معتصم سالم، اسلام ابو سليمه، واحمد عادل، حسام حسن، يحيى تروري في قلب خط النص، محمد ميدو، سمير فوزي، عبد الرحمن حسان، وفي الامام محمد شعراوي. هيكون في البدلاء عمر رضوان، احمد صالح، محمود شيكا، علي دياب، علي عفيفي، عصام عادل، ومحمود رامبو.